كل الشكر لمعلقنا تامر عبد السلام على تعليقه على احداث الشوط الاول لمباراه الاسيوطي والالومنيوم، واللي انتهى الشوط الاول بتقدم الاسيوطي بهدفين مقابل لا شيء. احرز الهدف الاول مصطفى بيليا في الدقيقه 21 من كره بينيه من منتصف الملعب، راحت له، لقى نفسه هو وحارس المرمى سامح عبده بيرقصه وبيحطها بشكل اكتر من رائع، معلن الهدف الاول للاسيوطي. في الدقيقه 33 كره ركنيه لعبت على الارض للباك ليفت محمد رمضان، واللي عمل عرضيه للباك رايت احمد فتحي، معلن الهدف الثاني للاسيوطي علشان ينتهي الشوط الاول بهدفين مقابل لا شيء. برضو بسرعه نتائج بقيه المباريات، كيما اسوان والبداري تعادل ايجابي 1-1، المنيا والفيوم تقدم المنيا بهدفين مقابل لا شيء، طهطا وتليفونات بني سويف، وكابتن وليد كان عايز النتيجه بتاع تليفونات 0-0 الانا وبني سويف، تعادل ايجابي 1-1 بني سويف، وانا بيتعادل مع بني سويف 1-1، الوسطى وديروت سلبي 0-0، الاسيوطي متقدم بهدفين، ناصر الفكريه متقدم على طميه في طميه بهدف للا شيء، سوهاج ايضا متقدم على المدينه المنوره بهدف للا شيء، ومباراه القاهره المباراه الوحيده النهارده كوكاكولا والنصر تعادل سلبي 0-0. تعليقا على احداث الشوط الاول هعرف راي كابتن وليد، وعلى ما اعتقد كابتن وليد مباراه اتجاه واحد الاسيوطي متمسك بالكوره، فرقه منظمه جدا بتلعب من الاطراف يمين وشمال وايضا كرات من العمق، يعني فرقه فعلا تستحق انها تكون في المركز الاول. ده حقيقي، يعني شوط من جانب واحد فعلا امتلك الاسيوطي كل زمام الشوط الاول، بيلعب 4-3-3، يعني خلينا نقول ان نبيل عماد رقم 14 ده الديفندر اللي في قلب الملعب، بيبقى على يمينه وليد عادل وعلى شماله معتز محروس، وفي قدام ثلاثه محمود صلاح ومحمد عنتر على طرفين في وسط مصطفى صلاح اللي هو الراس حربه. محمد عنتر ومحمود صلاح بينقلوا مع بعض كتير، يعني محمد عنتر ابتدى كهاف رايت وبعد كده بيغير، دي الكره الوحيده اللي احنا بنقول انه الالومنيوم شاطه، وطبعا يعني شريف مدحت قلق منها شويه عشان كده فرصه، يعني هي دي الحاجه الوحيده، لكن الاسيوطي بيلعب جيم حلو قوي، قدر يمتلك نص الملعب بوليد عادل ونبيل ومعتز محروس. في جمل مكرره، وطالما الجمل تبقى مكرره تعرف ان ده شغل فني في التدريب. معتز محروس بينزل يستلم من محمد ابراهيم ومحمود شبانه السردباكين، وبيبتدي يعمل كره طوليه لمحمد رمضان ناحيه الشمال، صح. محمد عنتر اللي موجود هنا او محمود صلاح ايا منهم بيخش لجوه، وبيروح محمد رمضان الباك ليفت في اخر اقصى حته في الملعب. الكره دي حلوه قوي، ده الهدف، ان الباص الراجل اول ما قطع الكره يعني لمحه كده حطها له، بس عايز اعرف ده مين، يعني هل ده ما اظنش انه معتز ممكن يكون، لا هو اللي عملها له حد برجله اليمين، يا اما نبيل يا اما ممكن يكون نبيل يا محمود صلاح عماد، او لا مش محمود صلاح، هو محمود مش هيجي في الحته دي، ولا وليد عادل، عشان وليد عادل شعره طويل، هو ممكن نبيل عماد او حتى ممكن يكون معتز بيمينه، بس يعني ممكن لما تتعاد هنعيدها بس لا لا مش عايز، لا عايز بدايه الكوره يا جماعه. ايوه هنا ده دخل ده اللي قطع، ايوه ده مين ده بقى، لا ده مش باين، ده صعب، ده يعني لا مش اوف اوف ارجع معلش بس اوف، هنا نبيل عماد 14 واقف، وهنا وليد عادل واقف، ادي الاثنين ممكن يبقى معتز بشماله بيمينه قصدي، يعني معتز محروس لاشول هو اللي عاملها دي، معتز فعلا يا كابتن جمال، دي رؤيه كويسه قوي، يعني هو ده الثالث بتاع نص الملعب، ادي الثلاثه هم واضحين قدامنا، ان نبيل عماد في النص ووليد على يمينه ومعتز على شماله. الراجل طبعا مصطفى صلاح قاطع كويس قوي جدا، هنا اختيار الترقيص اوف، هنا معلش هنا اختيار الترقيص كويس قوي، وهنا هو عارف بعد ما رقص كمل بس الترقيصه دي، كمل لا نكملها، ايوه رقص كويس قوي، كمل محطاش على الارض يا كابتن، لا كمل كمان لغايه ما يوصل لها، اوف معلش، هو هنا حس ان المدافع هيقفل الجون فبدا يختار اختيار ان هو يعلقها من فوق المدافع، تمام، ده ذكاء شديد من مصطفى، لانه لو حطها هنا على الارض هتتقطع، صعبه جدا، فراح معلقها، حسب السنس ده، سنس حلو قوي، يعني يحسب دي حاجه بقى من حاجات جمال حمزه لما كان بيرقص الجون كده وينكشها، عملها بشكل كويس قوي. يعني الاسيوطي متسيد الشوط الاول، ده هدفه الرابع لبيليا، مصطفى بيليا لا بتنم عن موهبه هداف، يعني محضر كويس قوي، قاطع الملعب ثقه بشكل كويس قوي، عنده ثقه انه يرقص الجون حتى بعد ما رقص الجون وهو عارف ان ده الهدف الثاني طبعا برده من جمله، يعني برده كورنر واضح ان كابتن ايمن حفظهم، حتى في فاول اتعمل
اتنين وقفوا قدام الكرة وراحوا مزحلقينها المعتز محروس وشاطها. واضح ان الشغل طالما الضربات الثابتة فيها شغل تعرف ان المدير صح. الفني ده شغال في التدريب كويس صح. وده اللي اتكلمنا فيه يا كابتن جمال ان كابتن ايمن واجه كل انواع الفرق اللي بيلعب زون واللي بيلعب مفتوح واللي بيلعب على الارض وحشة وارض كويسة والنهارده الاسيوطي بيلعب على ملعبه فبيجرب بكله يعني بيلعب على الاطراف بيلعب من العمق الكرات الثابتة برده فيها جمل يعني واضح الاسيوطي متمكن من ادواته جدا هم ما عندهمش مشكلة لان دي كابتن وليد انا وجهه نظري ضربه جزاء ممكن ترتقل بس ممكن طبعا الحكم لانها 2-0 ممكن يعني فيها برضو بس فيها كلام يعني فيها كلام لان هو خلاص لم الكوره وبقت معاه ايوه هنا لو اي لمسه لا لمسه الجول يعني انا حاسس ان واللاعب رقم 2 برضو حط رجله الشمال لا بس هي الجول هو حارس المرمى يعني حارس المرمى بص يعني لا هيلعب شغل هنا لم الكوره بقت الكوره بتاعته بص دي اللاعب رقم 2 ده ممكن بص احنا يعني كابتن وليد خد الجانب الهجومي ممكن نجيب الاهداف برضو من الاول يا استاذ زكي برجاوي نجيب الاهداف ناخد بقى الجانب الدفاعي الهدف هو كابتن جمال اول هدف طبعا واقفين غلط نرجع بس بعد اذنك نرجع ايوه نرجع قبل ما يلعبها اقف بس اقف كم يعني نكملها؟ العب بقى العب بالراحه تمام نكمل لغايه ما الزاويه تفتح بس كده بص هم واقفين ازاي يعني واقفين ثلاثه نكملها. المفروض ثلاثه على واحد يعني طبيعي ان واحد ماسك وواحد مغطي وواحد كمان قدامه صح يا فاهم كمل لعبه بس استاذ كابتن جمال الكره اتقطعت يعني دي حتى ارتداد. لو الكره اتقطعت ما هو انت لازم تبقى واقف صح يعني انت واقف غلط يعني حتى لو الكره اتقطعت منك بيقول لك لازم تبقى واقف الكره انت قدام الكره كده الكره قدامك وانت شايف الكره واقف صح حتى لما الكره تبقى معاك او مع الخصم يعني حتى لو الكره معاك لازم المدافعين يقفوا صح ما لهمش دعوه بالكره هم المدافعين هنا زي ما انت بتقول بيتفرجوا على الكره لان الكره كانت معاهم صح فهم الثلاثه واقفين بيتفرجوا على الكره فجاه الكره اتخطفت واحده الثانيه بقى واحد هو والجون فطبعا غلط يعني كبير جدا ان انت ثلاثه على واحد والواحد هو اللي ينفرد ويحط الجون زي ما الكابتن وليد صلاح الدين شرحه لنا نروح للهدف اللي هدف بعد كده الثاني انا عاجبني كابتن جمال الهدف الثاني بقى كارثه الباك ليفت من الباك رايت لا هي مش كده يعني بص بص نلعبها الاول عادي نلعبها الاول عادي وبعدين نرجعها نرجع بقى تاني نرجعها واحده نلعبها بالبطيء طبعا مش ماسك اللي جاي احنا مش شايفين هنا بس دليل على الكوره ان قعدت في الجو كل ده ولسه في لعيبه فاضيه والكوره رايحه لهم تمركزهم يعني انت لا ده انت لا بتتفرج على الكوره ولا واقف مع المان يعني يا كابتن وليد لو انت بتتفرج على الكوره والكوره خدت المده دي كلها شكرا نقف هنا ايه هترجع يعني هترجع عشان تبقى مقدر الكوره صح ده في ثلاثه لعيبه يا كابتن في اثنين ثلاثه مش ممسكين يعني ممسكين مش ممسكين صح طلعت لما وبعدين الكورنر اتلعب الناس اللي كابتن الأوفسايد. وليد خد وقت كبير جدا عشان يعني على الاقل تقدر تلم نفسك او ترجع تتمركز صح انت لا اتمركزت صح يعني لا لعبت على الكوره ولا لعب على المان فهم يعني كمان يسأل عنها برضو سامح حارس المرمى واخده كيرف طويل او بالونه فهو كان يقدر يطلع يمسك فوق هي في الستة ياردة هي جوه الستة على خط الستة جوه الستة ياردة يعني لو خد خطوتين هيشترك بس مع كابتن جمال كابتن وليد قال نقطه هي الكره لما رجعت لورا هم كلهم لعبوا على الاوفسايد ماشي ما طلعوا ما انا العب على الاوفسايد بس لازم يبقى معايا ماني صح يعني ما ينفعش اطلع على الاوفسايد وبطلع كده وبجري وفي واحد ورايا وانا مش شايف مين ده وهو تميز برضه من احمد فتحي في الجاي جاي بوشه جاي شايف محدش ضايقه خالص يعني انا شايف ان هي برضه ودي ركله الجزاء احنا متفقين ان فيها ركله فيها كلام دي فيها كلام طيب كابتن وليد سريعا الالومنيوم عنده بعض اللعيبه اللي احنا اتفقنا عليهم ان هم لعيبه مهاريه بيحتفظوا بالكوره كابتن عصام يقدر يدفع بيهم الشوط الثاني وكده كده خسران طبعا لان برضه طبقة مشكلة كبيرة جدا الحاجز النفسي ان انا مش عارف اجيب جون الماتش الرابع المباراة الرابعة وفعلا احنا لما اتفرجنا على الشوط الاول فعلا ما فيش اي حاجة تذكر على مرمى الاسيوطي فبالتالي محتاج من الكابتن عصام ان لازم ازود القدرة الهجومية شوية اذا كان حسام البدري اذا كان حسين سمير لازم يبقى ليا تواجد لان انا لو ما عرفتش ارجع بسرعة المباراة خلاص فرقت 2 من 3 من 4 انا كده كده الثلاث نقاط راحوا مني يا اما اعرف ارجعهم
يا اما متهيألي ملهاش فايده ان انا ابقى بلعب 45 دقيقه بدون هدف. تمام كابتن جمال، قلت كلمه في بدايه الاستوديو ان الاسيوطي من طبيعه الفرق ما بيشبعش، جاب اثنين عايز يجيب الثالث والرابع، تتوقع ينزل او يعمل تبديلات وكابتن ايمن خلاص اطمن كده فيدفع بالاوراق الثانيه؟ لا ممكن يستنى شويه، يعني اعتقد ان هو ممكن يستنى شويه 10 دقائق ربع ساعه وبعدين يعني يشوف الماتش ماشي ازاي، هل هو بقى عايز يحافظ، هل هو عايز يزود، هل هو عايز يجرب حد يلعبه في حته معينه. فدي كلها يعني النتيجه المريحه 2-0 وانت داخل الشوط الاولاني 2-0 غير وانت داخل بتتكلم وانت 1-0 او 0-0 مظبوط. فلسه في قلق، فاعتقد ان هم ارتاحوا نسبيا. اعتقد برضو ان الكلام هيبقى ان احنا لازم نخلص او نقتل الماتش زي ما بيقولوا بلغه الكوره الثالث في الرابع عشان نبقى نلعب بهدوء اعصابي. نروح لاحداث الشوط الثاني مع معلقنا تامر عبد السلام. وانتهت احداث الشوط الاول بهدفين مقابل لا شيء للاسيوطي، هل الاسيوطي هيزود الحصيله ام الالومنيوم يقدر يرجع للمباراه؟ ده اللي هنعرفه مع احداث الشوط الثاني.